سيدي اش هي هذه المبادره ديال سيدنا؟ واش هي مع سيدنا متصور على هاد المساكن كاملين؟ وهاد الناس ما تيدرو على 4000 ريال ديال الواحد ديال الخيرات ديال الخيرات، ما بنا هنا هذا الشيء اش غيديروا به؟ صافي على البلاصه وعاوتاني ما عرفنا واش ديال العسه واش ديال هذا، ما عرفنا حتى شي حاجه. وعاوتاني موراها عاوتاني 48000 ريال ديال البلاصه، وهاد الناس غير المساكن. هو الماء كاين شي واحد منو نزيتو هادشي اللي كاين على الطريق لا والو، حتى شوف كلشي غير المساكن، ماشي كاين شي واحد اللي هذا، كاين اللي عنده 8 النفوس، كاين اللي عنده 6، كاين اللي عنده حتى 10، باش يعطي 4000 ويبقى يخلص 4000 في الشهر. والله الفقراء الله ياخذ حقنا، الناس غير الفقراء، اللهم الهدم منك. هادشي كاين على مسيد. السلام عليكم. حنا في الجوج هاد النهار كنجمعوا عادي كما الايام العاديه. جات السلطات في الاول بداو كيعلموا الناس يحيدوا الخضره ديالهم وكذا، بقاو الناس كيتفاعلوا معاهم كيحيدوا الامور ديالهم الشانطي. واحد الساعه وحنا كنشوفوا واحد العالم ديال واحد العافيه بدا، داك العافيه ماشي غريبه، غريبه ديك العافيه نضت بديك السرعه هكا. صافي الفتنه وقعت. حنا هنايا عندنا هاد السويقه هادي دايرين معنا بني الناس السوق الفوق، ما جاوش علمونا يعني مع السلطه. حنا عادي ما يعني ما درناش شي فوضى ولا شي حاجه، ما قالوا لنا لا حيدوا لا والو. حتى انتم كتشوفوا بالكاميرا ديالكم وكتشوفوا كيما حنا تفاجئنا بهاد العافيه اللي شعلت هنا. كانوا الناس داير هنا شي الناس ضاعوا بزاف السلعه ديالهم، السوق الفوق مبني، كاينين الناس اللي عطاو 4000 ديال الخيرات وكيقولوا 48000 ريال البلاصه، وتيقولوا هاد السوق بانهم التنميه البشريه ديال التنميه البشريه جات مبادره باش تعاون المسكين ونظفوا الشوارع ونطلعوا للسويقه. هاد الناس كاينين اللي عاطينا 4400 خدام وتحرقوا، يعني ما فهمناش حنا براسنا ما فهمناش. نقول لك واحد الحاجه اللي خارج على الاراده ديالي، هذا هو اللي وقع. حنا دابا الناس هنا متخوفين بلي يمشيو يشعلوا فيهم العافيه بالليل، الناس السكان يعني حنا مواطنين، حنا غير ولاد الحومه كنبيعوا هنا، حنا ما جايينش بشي قاره، هذه حومتنا كاملين كنبيعوا من 8 لوحده د العشيه د النهار كنشطبوا يعني غير هذه الفوضى هذه. حنا بعنا 30 عام ما عمر هذه الفوضى وقعت، هذا المنظر ما عمره بان، هذه 30 عام عمره وقعش هذا المنظر وقع في ظرف ظرف 10 دقائق داع عباد الله. حنا براسنا ما فاهمينش، السلطات تفهم لنا واش هذا الشيء شنو، ما فهمتش. الدمار كيبان غير في الحروب، هذا الشيء هذا كنشوفوه في الحروب ما كنشوفوش يعني وكانت السلطه وقالت لنا نوضوا، كنتفاهلوا معاهم كنوضوا حنا اصلا السوق مبني مازال ما تفتحش. حنا براسنا متفاجئين بحالنا بحالكم. هذا المنظر هذا دابا هذه الفوضى هذه 30 عام وحنا هنا ما عمر هذا المنظر بان، هذا المنظر بان غير في جوج دقائق اللي قد عليه وداروا الله اعلم. حنا ما عارفينش بحالنا بحالكم. السلام عليكم. حنا سيدي هذا الشيء ما عمره وقع، هذا الشيء ما عمره وقع ناماس، وبناو لنا السوق الاول وراب ومشات ديك الميزانيه ديالو، والسوق الثاني عاوتاني هو تبنى، ودابا تقول لك خرجت هي شي 600 6 مليون ديال الدرهم فاصلة 38 ما عرفتش شحال تدير شي 600 مليون والصرف، ودابا تقول لك تعطيو 4000 ديال الخيرات. وهادو هنا الفقراء هي المساكن، ما كاينش زعما الناس اللي كاين هذاك المخير باقي فيه ورقه ديال شهر وشهرين ديال الماء والضوء باقا تتسالو، وهادي راه هي بحال اللي تصفيات الحسابات عندهم بيناتهم، تقول لهم خصهم يطلعوا من هنايا الحيد. صافي هادشي اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.